معانا كيلو لحمه مكعبات، وممكن تقللي الكميه او تكبريها، وممكن ان انت تغيري نوع اللحمه خالص، ممكن تعمليها بميوز، ممكن تعمليها ضاني، زي ما انت عايزه. معانا ايه كمان؟ 2 كيلو بطاطس صغيره مقليه. اول ما حد يسمع كلمه صغيره ومقليه هيفتكر ان هي بطاطس السلق، لكن لا، انا جايبه بطاطس الحشو زي ما انتم شايفين كده، اسمر بطاطسايه 2 ومتحمره بالشكل ده. بطاطس حشو مقسومه 2 ومتحمره بالشكل ده كده، علشان يبقى الصينيه بتاعتنا النهارده مختلفه تمام. طيب قبل ما نحط اللحمه على النار، محتاجه ان انا اغلفها علشان تديني قوام حلو قوي وتست حلو احلى من اللي احنا متعودين عليه. تغليف اللحمه محتاجه له ايه؟ معلقتين كبار من النشا وملح وفلفل اسود، هيتقلبوا مع بعض قبل ما ارفعهم على النار في الوك او الحله السخنين بتوعنا. طيب هنكتفي بكده؟ لا، فين صينيه البطاطس باللحمه؟ بقيت مقاديرها هتنزل معانا دلوقتي على الشاشه، ومقاديرها بتقول لنا ايه؟ هتنزل حالا. تتبيله بقى اللي احنا هنحطها على اللحمه. انا النهارده مش عامله تجميعه الصينيه كلها مع بعضها، لا، انا عامله ده وعامله ده لوحده وده لوحده، وبعد كده هجمعهم مع بعض وهنشوف التجميعه والتقديم هيبقى ازاي. طيب هنتبل اللحمه بايه، او الصوص او العصاره كلها اللي هتنزل مع بعضها عشان اطعم بيها البطاطس بعد كده، عباره عن ايه؟ بصلتين مفرومين، معلقتين كبار من الثوم المفروم، معلقتين كبار فلفل حامي احمر مفروم، وممكن ان احنا نستغنى عنه لما بتحبيش الحاجه سبايسي. معانا كمان نص كوبايه كزبره مفرومه، 4 معالق كبار من دبس الرمان، معلقه كبيره كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره قرفه بودر، معلقه كبيره كمون، وملح وفلفل اسود. التتبيله دي كلها لما نجمعها مع بعضنا او مع بعضها كده، هتبدا ان انت تبداي تستطعمي التتبيله. تخيلي دبس رمان مع فلفل حامي مع كزبره ناشفه مع قرفه، تخيلي الطعم كده عامل ازاي. طيب قبل ما ابدا في اي حاجه كمان، انا محضره معايا لتسويه اللحمه نويتين بلح. اهو نويتين بلح، اللي هم بتوع البلح العادي اهو بتاعنا، اللي هو بتاع رمضان او اللي هو التمر. محتاجاهم ليه؟ محتاجاهم علشان احطهم مع اللحمه ويسرعوا لي التسويه بتاعتها. لو عندك لحمه وكبيره شويه، ما نحطش حبه سكر، ما نحطش حبه كربونات، لا، حطي لي نواية بلح، بتخليها دايبه وفي وقت قليل، ما بتحتاجيش حتى تستخدمي حل الضغط ولا تستخدمي ان انت تقعدي مده كبيره على البوتاجاز. طيب اسقي بقى اللحمه بايه علشان تستوي واخد العصاره بتاعتها اسوي بيها البطاطس؟ محتاجه كوبايتين من المرقه، شويه شويه كده، ما عنديش كوبايتين من المرقه، مكعبات مرقه وادي شويه ميه سخنه، كله متاح بالنسبه لنا. المقادير اهي كمان معانا تاني على الشاشه عشان حبايبنا يصوروها ويكتبوها. طيب عندي ايه على النار؟ عندي وك سخنه قوي او حله سخنه، دي اللي هدي فيها الصدمه للحمه بكل مكوناتها. طب البطاطس ايه نظامها او ايه وضعها من اللي احنا بنعمله ده؟ البطاطس هاخدها تشويحه مع العصاره بتاعت اللحمه لوحدها على جنب، واللحمه هتستوي لوحدها على جنب، وبعد كده اجمع الاثنين في طاجن واحطهم في الفرن ياخدوا تشميعه حلو. والمشكله بقى والجمال كله في التقديم بتاعها في الاخر هيبقى عامل ازاي. طيب تعالوا كده، الاول عندنا اللحمه اهي، واجيب بوله ابدا ان انا اقلب اللحمه بمعلقتين النشا ورشه ملح وفلفل اسود. ليه؟ انا كده بديها تغليف قبل ما اديها الصدمه في شويه الزيت. بسم الله. طبعا اللحمه مغسوله ومتقطعه الحجم اللي حضرتك عايزاه، شويه من النشا، رشه من الفلفل الاسود حلوه كده، ورشه بسيطه جدا من الملح، وابدا ان انا اعمل كده. بص انا بغلف اللحمه ازاي عشان القوام بتاعها يبقى حلو قوي معايا. شايفين اتغلفت خالص اهي، وشوفوا بقى لما تنزل دلوقتي على حبه الزيت اللي احنا حاطينهم هيبقى شكلها عامل ازاي. الزيت سخن معايا طبعا، والطاسه سخنه او الوك سخن، وابدا ان انا اعمل كده، اشتغل بايديا. بسم الله. تحسوا ان هي بتتحمر، تحسوا ان هي النشا مغلفاها تغليفه حلوه قوي علشان تدينا قوام حلو جدا للحمه وهي بتستوي. ابدا ان انا اشوحها لحد ما يتغير اللون بتاعها خالص، وبعد كده انزل عليها بباقي المكونات الحلوه اللي احنا هناخد جزء منها للبطاطس. الفرن عندي شغال على درجه حراره 200، علشان انا عايزه مجرد ما صينيه البطاطس باللحمه تدخل الفرن تتشمع وتاخد لون حلو قوي نبدا نطلعها، ما تاخدش وقت في الفرن كده. هبدا ان انا اقلبها الناحيه الثانيه علشان تاخد لون من ناحيتين بالشكل ده كده. بصوا
بدأ لونها يتغير ازاي، اكنك بتحمري حته لحمه. بصوا بدأت، ده اللي انا بتكلم عليه. بص يا جمل، شايف اللسوعه دي؟ اللسوعه بالقرمشه اللي معموله من النشا دي، هي دي اللي انا عايزاها. انا مغلفه حته اللحمه بالنشا علشان تديني القوام الماسك نفسه ده بالشكل ده كده، ما شاء الله عليها. وارجع واقول لو عايزه نوع لحمه معين زي ما انت عايزه، عايزه تقللي الكميه تزوديها برده زي ما انت عايزه. طيب نونا، هو احنا هنحط طبقه التوابل دي كلها او التتبيله على اللحمه وهي بتتعمل كده؟ لا، انا هستنى لما تتغلف وهروح شايلاها في طبق لوحده. ليه؟ علشان هاخد التتبيله تنزل في العصاره اللي نزلت من اللحمه، علشان لما اخد منها للبطاطس تبقى دي لوحدها ودي لوحدها بالشكل ده كده. كده انا قلبت حتت اللحمه كلها بالشكل ده. هجيب طبق او بوله وابدا ان انا اشيل اللحمه بعد ما اتغلفت بالشكل ده كده علشان انزل بالتتبيله. هي كده استوت؟ لا ما استوتش، انا عارفه انها ما استوتش، ده لسه هتكمل السوى بتاعها مع نوايتين البلح. اوعوا تنسوا موضوع نوايه البلح ده علشان يدينا نتيجه مضمونه ويديني حته لحمه دايبه خالص كده. واروح بقى منزله كل التتبيله على العصاره اللي نزلت من اللحمه، علشان بعد كده هاخد النص بتاعها واسيب نصها التاني مع اللحمه يستوي فيه مع المرقه. وهنشوف دلوقتي هتتعمل ازاي صينيه بطاطس باللحمه، بس مختلفه تماما عن المفهوم اللي احنا حاطينه في دماغنا كده. تمام وزي الفل. طيب ابدا بايه بقى؟ ابدا انزل التتبيله الحلوه بتاعتنا. بصل كده، هو هياخد من العصاره بتاعت اللحمه اللي نزلت معانا عشان كله يبقى تطعيمه واحده. معايا ثوم، تبدا روايح البصل والثوم تطلع معايا، وابدا بعد كده احط باقي المكونات. معانا فلفل حامي، طبعا ممكن تستغني عنه ما فيهاش اي مشكله. طب ينفع يا نونا نحط معلقه صغننه خالص؟ ينفع مثلا نحط فص صغير كده او هو نص معلقه صغيره يا دوب تدي ريحه؟ ممكن. طب لو انا مش عايزه احط فلفل حامي بالشكل ده بس عايزه التطعيمه بتاعته اعمل ايه؟ امسكي قرن فلفل وافتحيه او سقيه من النص كده وحطيه سليم، هياخد الريحه مع التتبيله، لكن في نفس الوقت مش هيديكي حته ان هو يبقى حامي او زياده عن اللزوم. انا حطيت دلوقتي قرفه وحطيت كمون وحطيت كزبره ناشفه، الروايح بدات تطلع معايا هايله ما شاء الله اللهم بارك. وابدا بقى دلوقتي اطش ده كله بايه؟ اطشه بدبس الرمان قبل ما ابدا ان انا احط اللحمه معاه. بسم الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تخيلوا بقى لما حبه بطاطس يتقلبوا بالكمال ده كله، واللحمه كمان تستوي في كل ده، معاهم مرقه او ميه سخنه ومكعبين مرقه، لو ما عندكيش مرقه حطها في الفريزر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الله اكبر. حط فلفل اسود وادي الملح كده. معايا التتبيله تمام وزي الفل. طيب فاضل ايه يا نونا كده؟ فاضل ان انا اخد جزء من التتبيله دي اقلبها مع البطاطس علشان الباقي اسوي، نعم، علشان الباقي اسوي فيه اللحمه على ما البطاطس تشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها دي كده اهو. بسم الله. ناخد، حاضر. بصوا كده، خدت جزء من التتبيله على البطاطس والنص التاني ارجع بيه على النار، واروح نازله باللحمه اللي احنا اديناها صدمه بمعلقتين النشا ومعلقه الفلفل الاسود. شايفين بقى المنظر؟ في اللحظه دي اروح نازله بنويتين البلح علشان اللحمه بتاعتنا تستوي اسرع. ادي نويتين البلح حطيناهم اهو عشان اللحمه تستوي اسرع.
ومجرد ما تتشوح وتشرب من التتبيله كده اكون محضره كوبايتين المرقه. كده حطينا المرقه على اللحمه، شايفين المنظر عامل ازاي؟ يعني تتاكل وهي قبل ما تستوي. هغطيها وهسيبها على النار تستوي وهنطلع فاصل. في الفاصل هعمل ايه؟ هروح عامله كده اهو، اقلب البطاطس بالتتبيله علشان ابدا بعد كده ارصها في الطاجن او في الصينيه اللي هسوي فيها. طيب احنا معانا بقدونس، معانا كزبره، ما حطيناهاش ليه؟ لا ده انا هحطها في الاخر خالص لما اللحمه تستوي تماما، واجي اجمعها مع البطاطس في طاجن واحد عشان ادخلهم الفرن، هبدا ان انا احطها ساعتها. طب ليه مش هنحطها دلوقتي؟ علشان مش عايزاها تموت. يعني ايه تموت؟ يعني تتكتم، انا عايزاها مصحصحه، علشان كده هحطها اول ما تستوي اللحمه خالص واجي اجمعها مع الطاجن بتاعها. هنغطي اللحمه ونسيبها تستوي وهنطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نجمع الاثنين مع بعض في طاجن واحد ونسويهم في وزي ما انتم شايفين كده بدات ان انا بعد ما قلبت البطاطس زي ما انتم شايفين كده اهو بالجزء من التتبيله بتاعه اللحمه اللي عملنا فيها اللحمه وبنسويها على النار وهنشوفها دلوقتي. رصيت البطاطس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، علشان كده بقول ان احنا نعملها نص دايره، او البطاطس تبقى اللي هي للحشو ونقسمها اتنين ونحمرها بالشكل ده كده. طيب تعالوا كده نبص مع بعض على اللحمه ونشوف شكلها عامل ازاي. لو بدات ان هي تدخل في التسويه هبدا ان انا احطها في نص البطاطس. بص الله اكبر عليها. شايفين المنظر عامل ازاي؟ هشوف دلوقتي لو هي دخلت في التسويه هبدا ان انا احطها على البطاطس واسوي في الفرن. بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده ندوق الملح بتاعها قبل ما نحطها. بسم الله. دبس الرمان مخليها هايله هايله هايله. طيب انا هعمل بقى كده دلوقتي وتعالوا نحطها على البطاطس ونحطها في الفرن. بسم الله. بصوا انا هرص فين؟ علشان الصينيه اللي انا هعمل فيها وهسوي فيها هي اللي هقدم فيها. فانا بصراحه كنت حاطه في دماغي ان انا هسوي في الصينيه دي وارجع ارص في طبق تقديم، بس انا شايفه ان هي لا مش محتاجه بالشكل ده كده. ساعه بقى ما تطلع بعد التسويه نبدا ان احنا نديها جرنش بسيط كده، وردات طماطم مع ورق نعناع او ورق بقدونس عريض، هيدينا نفس الشكل اللي احنا عايزينه. بص بقى معايا كده. بسم الله. بالشكل ده صينيه بطاطس باللحمه، اه لكن مش زي ما احنا حاطين في دماغنا. بصوا انا شلت خلاص النوايا اهي بتاعت البلح، مش عايزاها وهسيبها بالشكل ده كده. بصوا الحركه اللي انا عملتها دي علشان انزل الصوص من على البطاطس للارضيه علشان يبان شكل البطاطس معي. طيب محتاجه ايه دلوقتي؟ كل اللي انا محتاجاه، محتاجه ورق فويل هقفل بيه صينيه البطاطس وادخلها الفرن حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، هتستوي معايا وارجع بعد كده اطلعها ونشوف هنقدمها ازاي. بالشكل ده كده، وندخلها الفرن على درجه حراره 200، السوائل اللي جواها ماشيه معانا وتمام. نحط في انهي فرن يا جماعه؟ اي واحد؟ بسم الله. هتقعد في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع، ومن بعد النص ساعة للساعة الا ربع هنفتح عليها ونشوف تسوية اللحمة معانا ماشية ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليها. تكمل التسوية بتاعتها والصوص اللي في الارضيه بدا ان هو يتقل. طبعا البطاطس مستويه كويس قوي واللحمه كمان، كان فاضل لها حاجات بسيطه علشان نوايه البلح اللي احنا حطيناها وكله ماشي تمام وزي الفل. بص شكلها عامل ازاي، شكلها برضو يفتح النفس. البطاطس مرصوصه على انها زي الورده، وحاطين وردات طماطم كده مع اوراق نعناع في منتهى الجمال. قدميها زي ما هي كده جنب رز ابيض زي ما احنا عاملين، ومعاه برضو وردية كده من الطماطم، هتبقى هايلة وفي منتهى الجمال.